هاد المتحف ديال الودايا اللي دشن هاد السنة واللي الحمد لله كنشوفوا يعني واحد العمل كبير اللي تعمل، وكنشوفوا بأنه هاد الإصلاح اللي قايمين به في المتاحف وفي مجال ديال الفن واللي من ورائه صاحب جلالة الله ينصره كيخلي أنه الحمد لله تعطي واحد الإمكانيات للمغاربة باش يجيو يستمتعوا أولا بثقافتهم، يستمتعوا بالباتريمون ديالهم ماتيريال وإماتيريال، باش يمكن يشوفوا التاريخ ويشوفوا يتواصلوا مع التاريخ ويشوفوا كذلك الفن كيفاش هو عمل. مشكورين الإخوان ولا فونداسيون اللي أنهم فتحوا داو اليوم ليلة ديال المتحف مفتوحة لجميع المغاربة، يعني عن في جميع أنحاء المغرب، وكذلك الإمكانيات اللي عطاو أنه يعطيو ايام يعني يدخلوا الناس بالمجان خصوصا الشباب، والتعريف كذلك الخاص للمغاربه اللي موجودين في الخارج، وزاد ساعتين في الصيف كذلك باش يقدروا يدخلوا. هذا كله امكانيات لانه عبر المغرب متاحف كبرى فيها واحد الكنوز اللي هي كبرى اللي يمكن يشوفوها المغاربه، واللي غادي ممكن إلا تفرح أي مغربي، لأنه التراث ديالنا هذاك والحياة ديال جدادنا وديال والدينا. فهذا شيء جد جميل أنه نحافظ على هذه الإمكانيات اللي هي متاحة.